عندنا دعاء مختصر لو قاله الإنسان في أي مكان ينزل فيه، في المسجد، في البيت، في الغابة، في البحر، في أي مكان، لو تقول هذا الذكر لا يضرك شيء، لا من الجن ولا من العقارب الحيات ولا من الحيوانات ولا من أي شيء، ماذا تقول؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقول هذا الدعاء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ما يفش يا دعاء، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. دعاء مختصر صغير، لكن خير كبير.